استقبال الرئيس العراقي لوزيري خارجية مصر والأردن خلال زيارتهم لبغداد، وده شيء مهم إلى أبعد الحدود. خلونا نحاول نفهم هو ليه مهم لأبعد الحدود، فلا تظن أن المذيع يبالغ. دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور حامد. انا كنت بتكلم على مساله العلاقه الثلاثيه ما بين او المحور الثلاثي الاردن او مصر الاردن العراق لو خدناها من ناحيه مصر، او العراق الاردن مصر لو خدناها من الناحيه العراقيه. طبعا العلاقات المصريه العراقيه الاردنيه هي علاقات تاريخيه تضرب بجذورها في اعماق الحرب والسلام، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 أخذ على عاتقه تعظيم وتعزيز العمل العربي المشترك، فأخذت هذه العلاقة منحة أكثر قوة وأكثر عمق، يعني سواء سياسيا اقتصاديا عسكريا. وده أستاذ يوسف لم يأتي من فراغ، بل كان هناك يعني أكثر من 5 قمم ثلاثية عززت ورسخت وجعلت هذه العلاقة على أعلى مستوى، سواء القمة الأولى التي عقدت في 2019 في القاهرة، ثم قمة ثلاثية في نفس السنة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم القمة الثلاثية في أغسطس 2020، ثم الزيارتين المهمين جدا واللي كان ليهم نقلة نوعية في العلاقات المصرية العراقية الأردنية، وهي زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى بغداد كأول رئيس مصري يزور العراق منذ أكثر من 31 عام. صحيح. ثم بعدها بأقل من شهرين فقط مشاركة فخامة الرئيس السيسي أيضا في قمة التعاون والشراكة ومشاركة الكثير من قادة دول العالم كدعم للعراق قبيل إجراء الانتخابات والتي أجريت بالفعل في أكتوبر 2021. هذه القمم كانت نقطة انطلاق يا أستاذ يوسف لمسار العلاقات بين القاهرة وبغداد وعمان لتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة، وأيضا التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث قائم على الأهداف التنموية في إطار مشروع الشرق الجديد، وهو المشروع الأعظم الذي إذا تم تنفيذه سيعود بالنفع على المنطقة العربية بأكملها. إيه هي الملامح الرئيسية لهذا المشروع يا دكتور؟ هو يعني على واقع الأرض هو يتماشى مع الرؤية المصرية في أن تتحول مركزا إقليميا للطاقة، ولكن فعليا هو يخدم مصالح الدول الثلاث. شاهدنا الكلمة الواضحة اليوم ل رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، والذي أشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك المنفعة المشتركة والمصالح الاستراتيجية المشتركة وتحقيق هذه المنفعة للدول الثلاث. مصر لديها كتلة بشرية كبيرة، العراق لديها ثروة نفطية ضخمة، والأردن كهمزة وصل بين الدول الثلاث. هذا المشروع ينطلق من جنوب البصرة في العراق انطلاقا إلى مدينة الزرقاء الأردنية إلى العقبة المصرية، وبالتالي سيكون هناك رافدا اقتصاديا متكاملا، لأنه سيكون هناك خطا بريا هو بالفعل تم تنشيطه وتم التعامل معه وأصبح الآن يعمل بكامل كفاءته، وبالتالي هناك رؤية كبيرة للعمل على تعظيم العمل العربي المشترك في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الخطيرة على منطقة الشرق الأوسط وأيضا تداعيات جائحة كورونا. كل هذه العوامل تحتاج إلى تكامل عربي. شهدنا قبلها بيومين أيضا يا أستاذ يوسف زيارة مهمة جدا لرئيس الوزراء المصري والشراكة التكاملية الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية، وبالتالي إحداث التكامل العربي مع كافة الدول العربية وفتح هذا الباب يجعل هناك فرصة ذهبية كما أشرت حضرتك في سؤالك ليا، وهي الجزئية الهامة أن هناك فرصة ذهبية لتحقيق التكامل العربي و
وأن تنجح وتستغل المنطقة العربية هذه الأزمة لتخرج مارد حقيقي يحقق الاستقرار والنماء والرخاء لمنطقتنا العربية ولشعوبها. طيب دكتور حامد، يعني وحضرتك خبير مهم في مثل هذا المجال، أنا كنت حتى بتكلم قبل مكالمتنا في أنه بسبب الحرب العالمية الثانية بدأت بذور لأجل خلق اتحاد أوروبي، فكانت بعد كده اتفاق روما، ثم بعد كده السوق الأوروبية المشتركة، وبعد كده العملة الأوروبية الموحدة، وبعدين الاتحاد الأوروبي ببرلمان موحد، إلخ إلخ إلخ. هل من الوارد أن مثل هذه الشراكات العربية فيبقى عندي محور ثلاثي مصر الأردن العراق، ومحور ثلاثي مصر الأردن الإمارات، ومحور ثلاثي مصر الإمارات السعودية، وتكثر هذه المحاور إلى أن نصل إلى سوق عربية مشتركة، هل تعتقد أنه بات الأمر قاب قوسين أو أدنى نظرا للظروف الدولية المحيطة بنا؟ أنا بتفق مع حضرتك جدا، لأن دي الرؤية اللي بتسير عليها القيادة المصرية باعتبارها هي ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية. يعني مصر لديها ثوابت في سياستها الخارجية، عززت ورسخت مكانتها خارجيا وجعلت لها ثقلا سياسيا كبيرا. هذا الثقل تستغله الدولة المصرية في عمل دوائر صغيرة، دوائر أمن قومي صغيرة. شاهدنا المحور المصري الإماراتي الأردني، شاهدنا المحور المصري الأردني العراقي، شاهدنا أيضا محاور أوروبية كالمحور المصري القبرصي اليوناني، وهذا يؤكد على أن الدولة المصرية تقوم بعمل دوائر صغيرة لإنشاء دائرة كبيرة يكون الهدف منها الحفاظ على الأمن القومي العربي وجعل المنطقة العربية قادرة على مواجهة تحديات جسام في الفترة القادمة، خاصة أن المشكلة الكبيرة في العالم الآن في أزمتين لا يمكن أبدا التغلب عليهم إلا من خلال التكاتف، وهي أزمة الطاقة وأزمة الأمن الغذائي الذي يمثل تهديد خطير للأمن القومي العربي ويحتاج إلى تكاتف فعلي. وفي ظني وتقديري أن ما يحدث على واقع الأرض الآن ينبئ أن هناك تحالفا عربيا اقتصاديا يؤسس تكتل اقتصادي قوي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. طب بما ان احنا اتكلمنا عن الطاقة وفي ظل اتجاهات دولية الى اقتصاد اخضر وما الى ذلك، ذهابا الى انه الناس تبقى فاهمة المصطلح، هي مسألة اقتصاد قائم على طاقة نظيفة، هل من الممكن ان نشهد الجملة اللي كنا نقولها زمان السكة الحديد، دلوقتي ما بقتش السكة الحديد، القطر الكهرباء، هل من الوارد ان احنا نشهد قطارا كهربائيا يربط ما بين القاهرة الرياض ابو ظبي على سبيل المثال، القاهرة عمان بغداد على سبيل المثال، ثم تمتد هذه الروافد لتصل الى كافة العواصم العربية؟ مصر اصبحت مش بس مركزا لتسييل الغاز، بل هي فعلا مصدر او مركز لتصدير الطاقة، لدينا فائض الحمد لله والشكر لله من الطاقة، اما ان الاوان لخلق هذا النوع من وسائل النقل دعما للاقتصاد العربي المشترك؟ لا يمكن ابدا ان يكون هناك اقتصادا دون ان يكون هناك وسيلة نقل فاعلة. ما نشهده الآن داخل الدولة المصرية من طفرة اقتصادية على كافة المستويات، نشاهد كل أنواع التقدم. مصر عندما تقدم على عمل مشروع داخلي فإنها تقوم بفعله على أكمل وجه، وأن يكون يعني طبقا للامتيازات الكبرى والدولية التي تؤكد على أن مصر أصبحت يعني ملهمة لكافة الدول العربية. وهنا أعود بالذاكرة إلى الخلف قليلا وأتذكر كلمة الرئيس العراقي برهم صالح الذي أشار إلى أن التجربة المصرية هي تجربة ملهمة، وتريد العراق أن تستلهم هذه التجربة لتنفيذ هذه المشروعات، وبالتالي قطار كهربائي سريع يربط بين العراق والأردن ثم العقبة المصرية من الممكن جدا تنفيذه، ومن الممكن جدا أن يكون ممثلا لمشروع القاهرة كيب تاون الذي يربط أكثر من 9 دول أفريقية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة منه، والآن يتم استكمال باقي المراحل، وبالتالي من الممكن على شاكلة هذا المشروع أن يتم تنفيذ
هذا القطار السريع الكهربائي السريع الذي يكون ناقلا للبضائع بدلا من المجهود الشاق الذي يتم عن طريق النقل البري. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية.